تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية، هل انتهت العملية العسكرية؟ هل انسحبت القوة الإسرائيلية التي وصفت بالكبيرة من البلدة القديمة في نابلس؟ نعم، بالفعل تم انسحاب هذه القوة بعد مخبرة لمنزل في حارة الحبلة، وأيضا أثرت عن استشهاد 2 مواطنين فلسطينيين وثلاثة إصابات، كما ورد من وزارة الصحة 3 إصابات، وأيضا شهيدين نقل إلى مستشفى رفيديا. كيف حصلت هذه العملية والأحداث كيف تطورت عندما دخلت قوة من المستعربين والقوة الخاصة إلى قلب مدينة نابلس وبالتحديد في البلدة القديمة، وبعد ذلك وصلت التعذيبات بعد اكتشاف هذه القوة خاصة من قبل الشبان الفلسطينيين المقامين في البلدة القديمة؟ تم إيصال التعزيزات ودخل بتعزيزات من قبل قوات الاحتلال لمساندة هذه القوى الخاصة، وبعد ذلك حصل الاشتباك المسلح ما بين المقامين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس وأيضا قوات الاحتلال، فيما اعتلت أسطح المنازل وحصرت عدة منازل واعتلت أسطحها وعبثت لمحتوياتها، وذلك لمحاصرة هؤلاء الشابين والتي يعني أثرت هذه العملية عن استشهادهما. ومن ثم قامت قوات الاحتلال بالانسحاب من الموقع، وتم اعتقال أيضا شابين آخرين، وبعد ذلك انسحبت هذه القوى العسكرية بتعزيزاتها الكبيرة التي دخلت إلى قلب المحيط والبلدة القديمة في مدينة نابلس. طيب، هل لهذه العملية أي علاقة بما حدث في مستوطنة كدوميم بعد مقتل جندي إسرائيلي بعد إطلاق نار من فلسطيني عليه؟ هل هناك ربط بين هاتين العمليتين؟ لغاية الآن يعني لم تحدث أي ربط ما بين هذه العملية وبين ما حصل اليوم، وخاصة عن أن ما حصل بالأمس في عملية كدوميم، أن الشاب الذي تم إطلاق النار عليه منفذ العملية هو من بلدة قبيبة غرب رام الله وليس له صلة بمدينة نابلس، ولكن لو كان من مدينة نابلس لربما تحدثنا أو لم يتم استشهاد هذا المنفذ، ربطنا هذين الأمرين ببعضهما البعض، ولكن يعني في الساعات القادمة لربما سيكون هناك إيضاح من بيان جيش الاحتلال، وكان هناك بيان مقتضب بأن هذه العملية هي فقط لاعتقال شباب إرهابيين حسب تعبيرهم، وأيضا أثرت عن اغتيال واستشهاد فلسطينيين، فقط هذا المبيان المقترب الذي كان من المتحدث باسم جيش الاحتلال، ولا يوجد تصريحات لغايه الان او ربط لهاتين العمليه العسكريه التي والاقتحام الذي حدث في مدينه نابلس وما بين ما حصل بالعمليه التي حصلت في مستوطنه كدوم. طيب، الشهيدان وهما طبعا حمزه مقبول وخيري شاهين، هل هما معروفان لدى الإعلام، لدى الفصائل، حتى لدى القوات الإسرائيلية؟ يعني لدى القوى الإسرائيلية بالتأكيد سيكون هناك تعليمات من الشباك بتصدق هؤلاء الشابين، ولكن حسب المصادر الصحفية المحلية تتحدث عن هؤلاء الشابين هم من المقاومين وأيضا من سيرة شباب البلدة القديمة والتي أثرت عن استشهادهما خلال هذه اللحظة. طيب، بما أنك ذكرتي ولاء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس بعد هذا الاقتحام، فذلك ربما يبرهن على أن هذه العملية ليست عملية مطولة، هي فقط كانت تستهدف هذين الشابين أو حتى من تم إلقاء القبض عليهم. نعم، بالتأكيد هي لم تكن عملية متواصلة، هي أخذت لربما ساعة من وقت جيش الاحتلال بدخول هذه القوات الخاصة ومن ثم اكتشاف المقاومين في البلدة القديمة لهذه القوة، وبعد ذلك دفعت بتعزيزات لهؤلاء القوة الخاصة التي عملت على اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، وبعد ذلك انسحاب قوات الاحتلال بعد ساعة من الزمن وتصفية شهيدين وخلفت وراءها 3 إصابات جراء هذا العدوان على البلدة القديمة في مدينة نابلس. هل نتوقع أي رد من قبل الفصائل؟ يعني سيكون هناك بالتأكيد استنكار، ولكن يعني إذا ما تحدثنا، إذا كان هذه هؤلاء الشابين منضمين إلى مجموعة عرين الأسود لربما ستحدث عمليات مشابهة لما حدثت قبل أيام ماضية بإطلاق نار على القوات العسكرية على الحواجز
المقاومة في الضفة الغربية، يعني خلال الساعات القادمة ستتضح الأمور إذا ما كان هناك سيكون رد، وخاصة عندما سيكون هناك تشييع لجثمانين هؤلاء الشابين من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة نابلس. اليوم الجمعة، بعد قليل ستكون هناك طبعا صلاة الجمعة، هل نتوقع أيضا مظاهرات، مسيرات رافضة لما قامت به قوات الاحتلال في نابلس؟ بالتأكيد سيكون هناك تشييع لجثمان الشهيدين، ومن ثم سيكون هناك لربما يعني مسيرات منددة بهذه الجريمة التي حدثت صباح هذا اليوم، ولو ربما سيكون هناك إذا كان هناك انضمام لهؤلاء الشابين لمجموعة عرين الأسود، لربما سيكون هناك بيان مصدر أيضا من كتيبة عرين الأسود تتحدث أن ذلك لن يمر مرور الكرام في مدينة نابلس وخلال هذه اللحظات. الآن متحدث باسم جيش الاحتلال ورد الآن يزعم أن الشهيدين حمزة مقبول وخير شاهين هما منفذا عملية إطلاق النار أول أمس نحو سيارة للشرطة في حي الصور بنابلس. إذن لم يربط الاحتلال عملية كدوميم بالعملية التي يعني نفذت صباح هذا اليوم، ولكن هذا البيان الذي تحدث عنه المتحدث باسم جيش الاحتلال والذي يدعم أن الشهيدين حمزة مقبول وخير شاهين هما منفذي عمليات إطلاق النار أول أمس نحو سيارة للشرطة في حي الصور بنابلس. في يعني أول أمس كان هناك عملية إطلاق نار بالفعل في حي الصور بجبل جردين في مدينة نابلس لسيارة شرطية تابعة لجيش الاحتلال، وتم إطلاق النار عليهما. طيب في هذه العملية السابقة أول أمس هل يعني قتل أي إسرائيلي، أو ما عدد الإصابات ربما التي نتجت عن هذه العملية؟ يعني في هذه العملية فقط كان إطلاق نار وانسحاب المنفذين من محيط بلدة أسور في جبل جردين. الآن نتحدث يعني فقط هي بعد أن عرفت القوة أن أو حتى الشباك بعد معلومات استخباراتية حسب الدعاية أنهما خيري وأيضا مقبول هما الذين نفذا عملية إطلاق النار على هذه السيارة الشرطية، ولكن لم تكن هناك وقوع إصابات بصفوف جيش الاحتلال أو حتى السيارة أو المركبة التي أطلقت عليها النار خلال اليومين الماضيين. طيب بشكل عام ولا منذ بداية هذا العام ربما تجاوز عدد الشهداء في الضفة الغربية 200 شهيد في كل العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، كيف يبدو الوضع الإنساني، الوضع الصحي، وضع المستشفيات الطبية طبعا في مدن الضفة الغربية، كيف تتعامل مع حالات الإصابات وأيضا أعداد الشهداء؟ يعني عندما تحدثت عن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية هذا العام إلى 200 شهيد، بينهم 160 شهيدا في الضفة والقدس، 37 شهيدا في قطاع غزة، وثلاثة شهداء من الداخل المحتل. القطاع الطبي لربما يعني مثل ما حدث اليوم في مدينة نابلس لربما تستطيع التعامل معها، ولكن ما حدث قبل أيام في مدينة جنين والكارثة التي يعني باقتحام واجتياح جنين لمدة يومين، هذه الكارثة التي نتحدث عنها التي لا تستطيع المستشفيات أو الطواقم الطبية التعامل معها، وذلك بسبب كثرة الإصابات. نتحدث عن 120 جريحا كان في جنين، ونتحدث عن 12 شهيدا، وأيضا 20 إصابة كانت خطيرة جدا، وكانت الطواقم يعني الطبية قد أنهكت بشكل فعلي. لذلك كان هناك مستندة من المحافظات سواء الشمالية وحتى الجنوبية بإعطاء الدعم لهما بوجود الجراحين وأيضا مركبات الإسعاف والمركبات الدفاع المدني التي رفدت إلى مدينة جنين ومخيم جنين. الآن يعني نستطيع عن ثلاثة إصابات وشهيدين تستطيع مدينة نابلس التعامل معها، ولكن إذا كان هناك إنذار كما تحدث البعض لربما هناك عملية عسكرية، كانت هناك بعض المصادر تتحدث عن يعني لربما هناك عملية عسكرية قد تكون في مدينة نابلس، هذا ما ينذر بالخطر وينذر بكارثة
صحية وإنسانية في مدينة نابلس على غرار ما حدث في مدينة جنين لربما. شكرا جزيلا ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله على كل هذه التفاصيل.